ليس أنساب لرمضان من حديث أو من الحديث عن القرآن. والله جل وعلا كما تعلمون قال في محكم كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنما الكلام عن القرآن الكريم لا ينبغي أن يربطه الإنسان برمضان ربطاً، وأستعمل هذا التعبير بين قوسين، ربطاً ميكانيكياً آلياً، حيث إنه حيث يكون رمضان يكون القرآن، وحيث لا يكون رمضان لا يكون قرآن. وإنما القرآن لكل الأشهر ولكل الأزمنة ولكل الأحوال في رمضان وفي غير رمضان. وإنما المزية في رمضان أن رمضان مدرسة لتعلم القرآن، أحكامه وحكمه والتخلق بأخلاقه. حتى إذا خرج رمضان كان الإنسان قد تخلق بما يكفيه من الخلق الذي به يستطيع أن يعيش مع القرآن حياته كلها. هذا القصد إذن من جعل رمضان شهرا خاصا بالقرآن، أي أنه موسم للتدارس، موسم للتخلق بالزاد الذي يجعل العبد قرآنيا بالمعنى الإيجابي لكلمة أو لوصف قرآني. ولذلك أحسب أن أزمة الأمة التي تعيشها اليوم، مؤسسات وأفرادا وجماعات، شعوبا وقبائل إلى غير ذلك مما تتألف منه هذه الأمة، وقد تأزمت في كثير من جوانب أمرها، ومن ذلك هذا الانهيار المتتالي المتتابع الذي نشهده يوميا لقيم الإسلام داخلها على المستوى الاجتماعي كما نراه مع الأسف. هنالك تمزق اجتماعي رهيب تعيشه الأمة اليوم فيما يتعلق بقيمها وفيما يتعلق بكثير من الأحكام التي تجعل هذه الأمة أمة إسلامية بما للكلمة من معنى. إعادة ترتيب أوراق الأمة كما يعبرون، إعادة تشكيل عقلها أيضا كما يعبرون، إعادة بنائها من جديد لن يكون إلا بالقرآن الكريم، لأن به انبنت أول مرة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله جل وعلا يبني الأسس الأولى لهذه الأمة من فرض وفرضين وثلاثة وهلم جرا حتى كانت الأمة، إنما كانت المادة التي يبني بها واللحمة التي ينسج بها إنما هي القرآن الكريم. لهذا إذن لا ملجأ لنا ولا منجأ لنا إلا بهذا القرآن وإلا في هذا القرآن العظيم. لكن السؤال الذي يعني كثيرا ما يتردد هو كيف يمكن أن نجعل القرآن لنا مخرجا لأحوالنا الفردية والجماعية؟ يعني أنت في نفسك، في مشاكلك الخاصة، في أحوالك، دواؤك، علاجك، مخرجك من ضيقك وحرجك، كل ذلك موجود في كتاب الله جل وعلا، فيه تجد الدواء الخاص بك ولك. كأنما هذا القرآن إنما نزل لك لا لغيرك، كأنما هذا القرآن إنما نزل لك ليعالج قضاياك وحدك. وكل من نظر فيه بهذا المنهج الذي سنبينه بعد قليل بحول الله يحسب كأنما القرآن نزل له بما كان للقرآن من فعالية وبما كان له من تأثير عجيب غريب على الأنفس الفردية وعلى أيضا النسيج الاجتماعي، يبني المجتمع ويربط بعضه ببعض ويركبه تركيبا متينا قويا يقوى أمام الأعاصير والزلازل الثقافية والإعلامية، بحيث يحصنه القرآن بما يكفيه للصمود بل للتأثير على الآخر، كأنما هو عصا موسى
التي يلقيها أو إذا ما ألقاها على الحبال والعصي التي ألقاها السحرة، فإذا بها تصير كما صارت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فآنئذ حينما يلقى القرآن على هذه الأباطيل يتلقفها أيضا كما تلقفت عصا موسى حبال السحرة وعصيهم. المنهج الذي ينبغي أن نتعامل به مع القرآن الكريم إنما هو المنهج نفسه الذي ذكره الله في كتابه. مفاتيح القرآن موجودة في القرآن، وأيضا عمليا وتطبيقيا موجودة في سنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن في حاجة إذن إلى عودة جماعية للقرآن الكريم. ثقافة القرآن، كلمات القرآن، آيات القرآن، أحكام القرآن، حكم القرآن، كل هذا وما في معناه ينبغي أن نعود إليه، ينبغي أن نعيد تداوله فيما بيننا حينما نستطيع، وحينما يصير من الطبيعي تداول القرآن الكريم في الأمة وتصير الآيات كأنما هي تمشي بين الناس ويتنافس الكبار والصغار وسائر الأصناف وسائر الطبقات وسائر الشرائح الاجتماعية في التعامل مع القرآن الكريم، حينما ترى مثل هذه الحال فأبشر بأن النور قادم وبأن الفتح قريب. والرسول عليه الصلاة والسلام أول عمل بدأ به إنما هو كان الاجتماع على كتاب الله، إنما كان الاجتماع على كتاب الله جل وعلا تدارسا، تلاوة وتدارسا. ولم تكن آنئذ في أوائل المرحلة المكية، لم تكن الآيات ولا الصور بالأمر الكثير، كان هنالك شيء قليل من القرآن قد نزل، صور قصار وآيات قلائل. ومع ذلك بهذا اشتغل النبي عليه الصلاة والسلام فربى نفسه وربى أصحابه الذين كانوا معه. والحديث النبوي الشريف الجامع لهذا المعنى والذي يمكن أن يجعل منطلقا للطريقة أو للمنهجية النبوية للتعامل مع كتاب الله، الحديث المشهور الصحيح المتداول بين كثير من الناس، والذي مفاده قوله عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا الحديث العجيب الذي يعطينا صورة عما يرشد إليه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعطينا أيضا صورة عما كان هو عليه وأصحابه، لأنه لم يكن يرشد إلى شيء لا يعمله، حاشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يرشد إلى ما كان يصنع من سنن وأعمال وبناء يبني به هذه الأمة التي ما زلنا نعيش بركات أو على بقايا تلك البنايات الأولى وعلى بركات ذلك البناء الأول الذي بنه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك حديث آخر أيضا في الصحيح يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه، يصور لنا فيه طريقة الصحابة الذين كانوا يشتغلون بكتاب الله كيف كانوا يتعاملون معه، وهم الذين سماهم القراء، حيث كان كثير من أصحاب الصفة وهم الصحابة الذين كانوا يسكنون المسجد من بعد الهجرة، لأن عددا منهم لم يجد له مأوى، فكانوا يسكنون لفترة معينة المسجد النبوي، فكانوا يحتطبون بالنهار ويجتمعون بالليل يتلون القرآن يتدارسون، هكذا قال أنس رضي الله عنه يصفهم، وقال: وكنا نسميهم القراء. وكانت لهم قصة طويلة بحيث استشهدوا في أمر أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وهو تعليم بعض القبائل العربية الدين، فغدروا بهم وقتلهم جميعا، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قانت على القبيلة التي غدرت شهرا أو ما يقاربه، كان يدعو عليهم بما عليه الصلاة والسلام يعني أسف وحزن على وفاة هذه النخبة من أصحابه الذين هم القراء أي العلماء المربون أو الربانيون. فإذا اجتماعهم نقف عند الشاهد هو أنهم كانوا يجتمعون بالليل يتلون القرآن يتدارسون أو يتدارسون.
نحتفظ بعبارتين ها هنا: الاجتماع والتلاوة والتدارس. يجتمعون بليل أي بالمسجد، يتلون القرآن ويتدارسون. وهذا هو الذي أشار إليه النبي عليه، بل صرح به عليه الصلاة والسلام في الحديث المذكور قبل: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. هذا المنهج هو الذي يوصل العبد إلى مرتبة الربانية التي نص الله جل وعلا في القرآن الكريم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي الرواية الأخرى أو القراءة الأخرى من رواية حفص: بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فذكر التعلم والتعليم والتدارس للقرآن الكريم. ومثل هذا لو تتبعته في السنة كثير. فالاجتماع في حد ذاته على قصد التعبد شيء عظيم في الإسلام، يعني أنك تجتمع مع أخوك المؤمن بنية عبادة الله شيء عظيم. فرق كبير بين يعني الانفراد بالخير والاجتماع على الخير، لأن للاجتماع قوة ليست للانفراد في أحوال الاجتماع البشري العمران الإنساني. في أحوال الطبيعة مع مر الجوج ما كيكونوا بحال الواحد، أو الواحد يكون بحال الجوج، والثلاثة أحسن من الجوج، وهكذا وهكذا وهكذا، كما في حديث المسافري: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركبون. لأنه الجمع في العربية يبدأ بالثلاثة: والثلاثة ركبون. فالاجتماع على الخير إذن يستجلب البركات في حد ذاته، حتى إنك حينما تزور أخا لك في الله لا يدفعك إلى زيارته غير الحب في الله، يكون لذلك أثر عظيم جدا على المستوى الإيماني وعلى المقام الإيماني الذي أنت فيه، بحيث تترقى بمراتب الإيمان وتتنزل الملائكة سكينة وتأييدا وتسديدا لمثل هذا العمل، كما هو في حديث الصحابي أو الرجل الذي ذهب يزور أخا له في قرية أخرى، فنزل ملك أو لقيه ملك بمدرجته أي في طريقه، فجعل يسأله: لما يعني فيما أنت ذاهب؟ قال: أزور أخا لي. قال: وما تريد من ذلك؟ قال: إنما أزوره محبة في الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأخبره بأن الله جل وعلا يحبه كما أحب صاحبه ذاك في الله جل وعلا. فالشاهد عندنا هو الاجتماع على الخير، يعني اثنان تحابا في الله، تحابا في الله، سيكون لهما منزل يوم القيامة، وهو أن الله يظلهما من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. فمنطق المهم عندي ها هنا هو الاجتماع على الخير. الاجتماع على الخير مهم جدا جدا جدا. فكذلك حينما يجتمع الناس على القرآن الكريم هذا من باب أولى وأحرى، لأن التصريح به في الحديث وارد: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، وقبل ذلك وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فلا بد أن ننتبه إلى العبارة الأولى، لأن كثيرا ما يعني نجد أنفسنا أحيانا نغفل العبارة الأولى من الحديث وننتقل مباشرة إلى التلاوة والتدارس: يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. لا، هذا مبني على شرط سابق، مبني على واحد الشرط خصو يكون من قبل، وهو الاجتماع على الخير. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، فبعد اجتماعهم يكون ما يكون، أنا يدين يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. فهذا الاجتماع على الخير، هذا الاجتماع على الخير هو الذي يستجلب في حقيقة الأمر الملائكة، لأن الله جل وعلا جعل من ملائكته ملائكة فضلى غير كتاب أو غير الكتاب الذين يكتبون الحسنات والسيئات للبشر، يلتمسون مجالس الذكر
فإذا وجدوها قالوا هلموا هلموا، هذه حاجتكم أو هاهنا حاجتكم، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر أو مجالس الذكر، في رواية أخرى حلق الذكر أو مجالس الذكر. وإنما الذكر الذي كان يجتمع عليه في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هو القرآن الكريم، هذا هو الذكر الذي كان يجتمع عليه. أما التسبيحات والتكبيرات والتحميدات وما شابه ذلك من الأذكار إنما كانت فردية يقوم بها كل في نفسه بمفرده، هكذا كانت سنة هذا العمل عند أصحاب رسول الله في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما كانوا يجتمعون على القرآن وعلى تدارس قضايا القرآن والإسلام. فإذن هذه المجالس هي أهم شيء يمكن أن تقوم عليه الأمة من جديد وتستعيد عافيتها، ويمكن أن نسميه مشروعا دعويا. مجالس القرآن يمكن أن نعبر أو أن نصفه بأنه مشروع دعوي لإعادة بناء الأمة من جديد. وأنا زعيم بإذن الله جل وعلا لو أن الأمة فعلا أخذت هذه الوسيلة واشتغلت بها على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام صافية من كل قصد سيء، يعني ما ندخلوهاش في أي برنامج سياسي أو حزبي أو نقابي أو عرقي أو إثني، وتبقى فعلا لله وبالله، ليكونن لها شأن عظيم وفي وقت وجيز في إصلاح البلاد والعباد. لأنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بنى أمة من الصفر، أخرجها من الجاهلية العمياء في ظرف 23 سنة بالقرآن الكريم وبالحكمة التي أخذت من القرآن الكريم التي هي السنة النبوية. وإنما السنة بيان كيفيات تنزيل القرآن على الواقع على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. فإذا القرآن هو الأصل وهو العين التي تتفجر بالخيرات والبركات لو أحسن التعامل معه. فنحتاج إذن إلى تحسين بل إلى إخلاص القصد لله جل وعلا في عملية الاجتماع، يعني النية حتى تكون مزيانة، يعني في حال الاجتماع، يعني أنا آتي إلى مجلس القرآن وأنت تأتي والآخر يأتي، كل منا يأتي لقصد التعبد، لا يقوده إلى هذا المجلس شيء آخر غير قصد التعبد. صحيح كاين في الحديث حينما يعني الله جل وعلا سأل الملائكة عن يعني الجلساء، هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم، حينما سألهم عن الجلساء وهو سبحانه وتعالى أعلم بهم منهم، أي أعلم بالجلساء وبقصدهم وبمرادهم من الملائكة، فقالوا يا رب، حينما يعني بشرهم بأنه قد غفر لهم، فأشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت لهم، قال أحد الملائكة يا رب إن فيهم فلانا إنما جاءت به حاجة. ها هنا عندنا مسألتان، المسألة الأولى أنه فرد واحد والقليل لا يعكر صفو الكثير، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث كما في الحديث وكما في الفقه. يعني إذا كان الخير كثير واحد النقطة وحدك حنا ما غتبانش ما تأثرش سلبا، المشكلة حينما تكون النيات الغالبة سيئة هذا عمل باطل لا ينبني عليه شيء. ولكن واحد متسرب إلى الجماعة ماشي مشكل لن يضر، لأن المجتمع النبوي ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نفسه كان فيه المنافقون لكن كانوا قلة هزيلة بالنسبة للخير العميم الكثير. الأمر الثاني أنه ليس هنالك تصريح في الحديث أن هذا الجليس بين قوسين الشاذ نيته سيئة، ما خصناش تصوروا هذا الأمر، لأن بعض الناس وبعض الإخوة لما يشرحوا هذا الحديث يشرحوا على أن يعني قول الملائكة قالوا يا رب إن فيهم فلانا إنما جاءت به حاجة كيعطيه واحد نية سيئة، لا ليس بالضرورة، قد تكون حاجته حاجة خير لكن لم تكن من العبادة المقصودة بمجلس القرآن.
هو عنده الغرض غير فلان حتى هو قد يكون من الصالحين، قد يكون من الصالحين، بل الراجح والسياق يدل على أنه من الصالحين. هؤلاء الجلساء إنما هم صالحون، وإنما يبحثوا عن الصالحين الصالحون، فلعل حاجته هي حاجة من حوائج الدنيا المباحة، عنده الغرض فلان راه جالس تما، يمكن تكون بينه وبينه شي بيعة شرية في الحلال في أمرين، فحينما يجلس يستفيد من مجلس القرآن. هما جايين أصلا بنية التعبد، لا هو جاي فقط لبيع الشراء مثلا أو لغير ذلك من المقاصد المباحة، فوجد الخير قال طيب نشارك في هذا الخير، ولما يكمل سأستفيد من أمري دنياي. فبمعنى أن المقاصد ها هنا على ضربين، مقصد الجلساء يعني الناس اللي جالسين على القرآن، المقصد الأصلي عندهم هو التعبد، هو عنده المقصد الأصلي التعبد يعني العادة أو التجارة، ولكن عنده مقصد تبعي وهو العبادة أيضا. وغادي نعطي أمثلة أخرى لأبين هذا المعنى، بمعنى أنه واحد مثلا كيكون يعني ممكن قال له الطبيب انت خصك تقلل من الماكله، خصك دير ريجيم باش تبرأ من هذا المرض ديال المعده او ديال الامعاء او ما يشبه ذلك. طيب هو قال اذا انا باغي نعالج نفسي بالتقليل من الطعام، فقال اللهم يعني احسن نصوم، فلا ان اصوم خير لي من ان يعني اعمل حميه يعني من باب العاده، فيعني عبد الله بالصيام ولكن بقصد التطببي، عنده الغرض هو غير برا ولكن طبق قواعد الصيام، فله اجر الصيام ان شاء الله، لكن يعني عنده العباده ديالو هي تابعه للعاده، والعكس غير صحيح، يعني ماشي هو جاي العباده هي الاولى وعاد قال مزيان اذا كان هذا كيعالج فهذا بدرجه ثانيه، لا هو عنده بدرجه الاولى يعني يعالج نفسه ولكن يعني بطريقة تعبدية، فهذا مما أجازه العلماء أيضا. أو واحد حارس عساس ديال الليل، حارس ليلي، قال باش ما يدينيش النعاس أقوم الليل، فجعل يقوم الليل طردا للنوم ولكنه يصلي، ما راهش كيمشي ويجي أو يقوم بعمل سيء، فله أجر التعبد ولو تبعا، وخر هذه العبادة دايرها ثنيته وغير وسيلة لغاية عنده، وهي أن يبقى يقظا حارسا لما هو مكلف به. فلذلك قلت هذا الفلان الذي جلس بمجلس الذكر ولم يخرجه إلى المجلس قصد العبادة ولكن قصد التجارة أو مصلحة دنيوية، لا أجد العبادة، قال بسم الله، يعني هو أيضا مر برياض الجنة فجعل يرتع، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فجعل يرتع. ولذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي المذكور هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، فراه في هنالك إضافة إليهم، جليسهم جالسهم على ما هم فيه من الخير، ماشي هما مشتغلين بالخير هو راه كيدير شي حاجة قبيحة، لا أبدا، بالعكس العبارة في الحديث والإشارة تدل على أنه اشتغل بما اشتغلوا به من تدارس القرآن وتلاوته وذكر الله جل وعلا، ولكن نيته أن يخلص بعد ذلك إلى مصلحة من المصالح الدنيوية. فلذلك إذن لابد من حسم مسألة النية، بأن المجلس المبارك الذي تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحضره الملائكة فتحفه بأجنحتها، إنما هو المجلس الذي اجتمع أهله على الله جل وعلا. أما إذا جاءت بهم أهواء أو مقاصد دنيوية وجعلوا الدين وسيلة لأمر دنيوي، فلا بركة في ذلك المجلس ولا نتيجة له إطلاقا. إذن الاجتماع خص يكون بنية التعبد، ولا بد أن تكون نية التعبد خالصة لله، وإلا فلا عبادة، راه ما كتسمى العبادة عبادة حتى تكون النية فيها خالصة لله. وتعلمون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا تحقق لدينا هذا في مجلسنا بإذن الله جل وعلا، أمكن آنئذ أن نبني عليه الخطوة الثانية
وهو تلاوة القرآن الكريم. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. التلاوة كأنها طرق الباب، طرق باب الرحمة ليفتح، فلا ينبغي أن يستهان بها، راه هي مقدمة أساسية لما يستثمر بعد ذلك من تدارس القرآن الكريم. تجي مباشرة وتخلط عن القرآن هكذا تتدارسه وتناقش أصحابك، لن تجد الأبواب تتفتح بسهولة وتلقائية. لابد من جعل التلاوة سابقة عن التدارس. يتلون كتاب الله، والتلاوة التي تفتح القلب على القرآن، تفتح القلب على القرآن الكريم وتفتح أبواب القرآن على القلوب، إنما هي التلاوة المبنية على قصد الافتقار كما بيناه في غير هذا المجلس المبارك. قصد الافتقار بمعنى أنه كطرق باب الله سبحانه وتعالى، وأنت تشعر بالفقر إليه، بالحاجة إليه سبحانه تماما، كما يشعر المريض بالحاجة إلى الدواء حينما يسعى إلى الطبيب أو يطرق باب الصيدلي. يعني عنده حاجة تدفعه، عنده شوق، عنده توق لأن يجد شيئا عند هذا الطبيب أو عند هذا الصيدلي. ولله المثل الأعلى، ولا مشاحة في المثال. اللي ما عندوش حاجة ما يوصلش. فأنا وأنت كلانا ينبغي أن نجد حاجتنا، أي أن نشعر من الوجد. لابد أننا نتذوق أننا فعلا فقراء إلى الله جل وعلا، وأنه لا ملجأ لنا منه إلا إليه، ولا منجأ لنا منه إلا به، وأن فرجنا وأن مخرجنا من أزمتنا إنما هو في هذا الكتاب. فنتلو هذا القرآن خاشعين متذللين، يعني نحاول أن نجد مسلكا يسلك بنا إلى النور الذي جعله الله جل وعلا شفاء ورحمة للمؤمنين، وهو هذا القرآن الكريم نفسه. إذن التلاوة المباركة التي يؤديها قلب خاشع لله، وليس بالضرورة أن يكون يعني إنسانا يعني صاحب مقامات صوتية وكذا إلى آخره مما يعني انتشر واشتهر في هذا الزمان. نعم ذلك شيء حسن، ولكن بشرط أن يبنى على قصد التعبد. ولذلك تلاوة لا تحترم تلك الشروط التي يذكرونها ولكنها مبنية على قصد التعبد أرفع بكثير من تغن جميل جدا بالقرآن لا نية لصاحبه في العبادة، وإنما نيته التسميع، كما في حديث البخاري في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به يوم القيامة، من شق شقق الله عليه، ومن سمع سمع الله به يوم القيامة. يعني الإنسان كيدير واحد الحاجة ويريد أن يقال فلان كذا وكذا، يعني يحب أن يسمع الكلام فيه مدحا، ويسمع يقصد إلى تسميع الآخرين صنيعه من صدقته أو زكاته أو تلاوته للقرآن ليسمع أصداء صنيعه وفعله. إذا كان بهذا القصد الله جل وعلا يفضحه يوم القيامة ويبطل عمله، يقول له أنت كنت تفعل كذا ليقال فقد قيل، فإذا لما قيل قد أخذت أجرك في الدنيا بذلك القيل الذي قيل فيك، لأن النية التي بها اشتغلت بهذه العبادة في عبادة في الظاهر، النية التي اشتغلت بها في هذه العبادة إنما هي كانت أن يسمع الناس كلامك أو فعلك، فقد سمعوا، انتهى أمرك في الدنيا، فلم تأتي بعمل ترجوه أو ينفعك في الآخرة. لهذا إذا قرأ القرآن فعلا بقصد التعبد وطرق به باب الرحمة التي تغشى العباد الذاكرين التالين: اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. فغشيان الرحمة إنما يكون بهذا القصد الخالص المتذلل المتعبد المفتقر إلى الله جل وعلا، تستبطنه وتعتقده وتشتغل به وأنت تتلو كتاب الله جل وعلا، ولو كنت تتعتع فيه. وخرك تقرأ وانت محن، كيتخلط لك الخام على الحاء وتخلط لك الرمع الزاي وتعود تصحح، يعني تتعب جدا في تهجي أحرف القرآن، فلك الأجر بإذن الله مرتين: أجر ديال الشدة والتعب، أجر ديال التعتعة،
وأجر ديال تلاوة القرآن الذي للآخرين بما أنت تتلو كتاب الله، ولأن القارئ للقرآن وإن لقارئ القرآن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرين أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عندك الأجر ديال الحروف، كل حرف عندك فيه عشرات الحسنات، وعندك أجر زائد بما أنك تجد مشقة في تلاوة القرآن الكريم. والماهر بالقرآن مع الكرام البررة السفرة، يعني مع الملائكة، ولكن بالشرط الذي ذكرت، يعني ماهر بالقرآن، إنما المهرة بالقرآن هم العابدون وليس اللاعبين، بل العابدون بالقرآن هم فعلا الذين يعني يوصفون بالمهرة، لأن يعني الماهر ليس يعني ليس الصانع فقط، لا، هنالك الجانب الصناعي الصناعة، وهنالك الجانب العبادي الذي تبنى عليه الصناعة، ولا بركة في صناعة لم تبنى على عبادة في الدين والدنيا عام هذا. إذا كان الاجتماع على القرآن، وكانت التلاوة خاشعة عابدة مفتقرة، يعني الإنسان حس بأنه هو محتاج لهذا القرآن، أنا في حاجة إليه، أبحث عن دوائي بين آياته، أبحث عن مخرجي بين صوره، أبحث عن شفائي بين كلماته، فبإذن الله جل وعلا تصل، لأن الله قد علم نيتك قطعا، وهو العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى سبحانه وتعالى عليم. فإذن بما علم قصدك سبحانه يفتح لك كنوز الرحمة. وبعد ذلك، بعد هذه التلاوة كتكون الأحوال تغيرت، تكون القلوب صارت في مستوى تدارس القرآن الكريم، لأن شحال من واحد يستصعب التدارس، يجي واعر، يجي صعيب، لأنه لم يمهد له، لم يترقى إلى مستواه، لم يتدرج بمنازل الإيمان إلى المقام الذي يجعله أهلا لأن تنفتح عليه الآيات ويكون فعلا قادرا على التدارس والتلاوة المشروطة بشروطها التي ذكرت، شروط الافتقار والتعبد. هذه التلاوة كفيلة بإذن الله لترقية العبد إلى مستوى التدارس. لما تقرأ القرآن راك تكون القلوب طلعت تعلات واحد المستوى إيماني عالي، والله جل وعلا يكشف الغشاوة ويكسر الأقفال التي على القلوب، كما قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فذلك الكبر، تلك الخطايا التي تكون قد لزقت ولصقت بالقلب من قبل، كما في حديث: تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. يحصل تطهر بالتلاوة المتعبدة الخاشعة، تطهر وجداني، فيصفو القلب وتتضح الصورة في المرآة، وآنئذ العبد ينظر إلى القرآن بعين أخرى، ماشي هذيك العين اللي كانت عنده قبل قليل، لا، هذه عين أخرى، عين البصيرة، ربي كيف تحلو البصيرة دياله من عنده سبحانه وتعالى. فإذا بك ترى في القرآن ما لم تكن ترى من قبل، وترى ما لا يرى فيه كثير من الناس، ماشي أشياء يعني خارج عن منطق اللغة، خارج عن قواعد التفسير، لا، وإنما ترى فيه الأنوار التي تداويك، وتجد فيه البركات التي تعالج اللطائف الروحانية التي في وجدانك وفي قلبك، فتتغذى، كتشوف فين كاينه يعني الغذاء الروحي ديالك، تجد العيون، يعني تشوفها عيون الخير، عيون النور، عيون الكوثر، متدفقة من الآيات والصور، فترتع، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم بحياض الجنة فارتعوا. تولي أنت أيضا ترتع من هذا الخير ومن هذا النور الذي يفيض به القرآن الكريم. ولذلك يعني كثير من الناس يقرأ القرآن لا يستفيدون، لأن القلوب ديالهم مغلقة والعياذ بالله، ختم على قلوبهم، طبع على قلوبهم، لأن يأتوا إلى باب القرآن متعبدين، جاي يبقي فيهم الكبر، جاي يبقي فيهم النية ديال الرجوع إلى الخطايا والكبائر من الذنوب، ما جاوش تائبين آئبين إلى الله جل وعلا، لم يأتوا إلى الله مفتقرين، يطرقون أبواب الرحمة، يسألون الشفاء، يسألون الروح والريحان من الرحمن الرحيم جل وعلا. فإذا النيات فاسدة من البداية لا تفتح لهم الأبواب، وإنما تفتح لأهل الصدق،
الصدق فعلا الصادقين الذين جاءوا إلى باب الله جل وعلا خاشعين تائبين آئبين. فإذا في اللحظة التي تفتح فيها أبواب القلوب وتكسر الأغلال عن الأفئدة وتتضح للعبد بصائر القرآن، قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني هذه البصائر تتضح، أنا إذن يشرع الجمع من أهل الخير في تدارس القرآن الكريم. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، وهذا التدارس إنما هو نوع من محاولة فهم المعنى العام للآيات والصور، ثم بعد ذلك استنباط الحكم منه، وهو الذي سمي بالتدبر في صور أخرى أو آية أخرى وأحاديث نبوية. أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر تذكر وليتذكر أولو الألباب. هذا يحصل، قلت يعني بالتدارس، لأنه التدارس يعني كنحاول نفهموا السياق ديال الآية والمعنى العام ديال الآية، وليس شرطا أن نتعمق في دقائق اللغة والإعراب ويعني تلك المشكلات، هذا ضد التدارس في الحقيقة. التدارس وفقط نعرف الاتجاه ديال الآية، لأنه المشكل هو أن تكون الآية في اتجاه ونحن نفهم المعنى في اتجاه معاكس أو مخالف، هذا خطر. ولكن لما تقبط اتجاه الآية في المعنى يكفيك، حتى ولو غابت عنك معاني بعض المفردات الجزئية، غير تقبط الاتجاه العام ديال الآية فأنت على سكة الخير إذن والتدبر. وهذا أمر إذن بهذا الشكل ليس صعبا، يعني الناس الحمد لله يعني قراب جدا من حقائق القرآن الكريم، لأنه إحنا مسلمين، ماشي ناس عادي تخرجوا من الجاهلية، الآن الناس مسلمون والثقافة الإسلامية تملأ الأدمغة، ولذلك كثير من الحقائق حينما تقرأها في القرآن تفهم معناها قبل أن تستفصل وأن تستفسر عن جزئياتها. علاش؟ لأن عندك بعد معطيات ثقافية من البيئة اللي راك كبر فيها، راك كبر في البيئة المسلمين ويعني وعارف باللهجة العامية والثقافة العامية التي تلقيناها عن أبائنا وأجدادنا، عارفين أركان الإسلام وعارفين الكبائر، شيء معروف. يعني المؤمن يعني الإنسان كينشأ طفل أمي كاع واخا عمره ما يقرأ، كيعرف بأن الخمر حرام والزنا حرام، ويعرف بأن الصلاة واجبة وأن الزكاة واجبة وأن الحج واجب، يعني أركان الإسلام الخمسة هذه من البديهيات، مما يسمى من المعلوم من الدين بالضرورة، وكذلك الكبائر من الذنوب والموبقات صارت أيضا هي وعبر التاريخ ديالنا صارت من المعلوم من الدين بالضرورة. فإذا الحقائق الكبرى أمهات الفضائل كما يعبر عنها العلماء، أمهات الفضائل وأمهات الرذائل، هذه أمور معروفة لدى أغلب الناس من المسلمين، وهي الحقائق الكبرى في كتاب الله جل وعلا. فإذا حينما تدخلوا إلى باب القرآن راه ما كاينش واحد المشكل كبير في التفسير، ما مطلوبش مننا أننا يعني نعقدوا الأمور وأن يعني نصل إلى جزئيات دقيقة جدا، ذلك من اختصاص طلاب علوم الشريعة، هذاك عندهم مالي، وأمور الإفتاء والفتوى فذلك خاص بقوم معينين هم العلماء، لكن الذكر بالقرآن والتذكر هو عام في كل الناس عالمهم وجاهلهم. والله جل وعلا يقول في الكتاب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني اللي بغى القرآن من أجل التذكرة فهو ميسر لهذه الغاية، لكن يعني الاختصاص العلمي لا، اختصاص العلمي عندهم مالي، وإنما نحن كلامنا في هذا الجانب، في جانب التربية والتزكية والتذكر، ولذلك قلت هذا أمر ميسر لكل الأمة. أما العلم أما الاستنباط أما الفتوى فإنما أهلها نفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فإذن هذه أمور ديال التفقه في الدين متعلقة بالإفتاء وإرشاد الناس وتعليمهم حقائق الإسلام، يعني في النوازل والأشياء التي لا قبل لهم بها، هذه صناعة خاصة بأهل العلم. أما الذين تحدثوا عنه اليوم وهو مجالس القرآن التي تجتمع على تزكية الأنفس فلا خصوص فيها، بل طابعها العموم،
هي ديال الناس كاملين اللي قاري واللي ما قاريش، وجميع الاختصاصات وجميع المراتب وجميع الثقافات، ما دام ان الناس مسلمين وجالسين يقراوا القران الكريم. ورب شخص، وهذه اشياء وقفنا عليها وشاهدناها بالتجربه، رب شخص يعني الثقافه ديالو يعني العلميه بسيطه جدا، ياتي بالعجب العجاب في سياق تدبر القران بما قد يعجز عنه المثقف او العالم بالقران احيانا. علاش؟ لان الامر متعلق بمستوى الصفاء الذي يحصله العبد في قلبه في مواجهه القران وفي طرق باب القران. فقداش ما صفى القلب ديالك انوار القران تفتح عليك، وقد تفوق بهذا من هو اعلم منك اذا لم يكن في مستواك او في مستوى القران من الناحيه الايمانيه. ولذلك قلت يعني القاعده الحاكمه على هذا المعنى هي قول الله جل وعلا: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. اذا التدارس باش ما نمشيوش بعيد، لان شي واحد بزاف ديال الناس كيسمعوا التدارس ويعني يحسوا بهذا اللفظ هذا من الدراسه والمدارسه ويبدا يتصور بانه كاين شي امور اللي هي دقيقه وعميقه. لا ابدا. الله تعالى كيقول: ولكن كونوا ربانيين. صفه الربانيه التي تجعل العبد يعني قد حصل على نوع من التزكيه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى بهذا الحديث: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فإذا المعنى الأولي غير تعرف اتجاه ديال الآية، كما تقول مثلا في قول الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، يعني فقط تعرف اتجاه الصورة أو الآيات، أن الله واحد، أن الله صمد، والصمد هو الذي يلتجأ إليه. هناك تحتاج كلمة تفسر. ولذلك اقترح فعلا كما سأذكره تفسير بسيط سهل وما يكونش طويل يستعان به على مجالس التدارس لفكي بعض الرموز وبعض العبارات التي لم تعد متداولة بين الناس في عاميتهم اليوم ولا في الثقافة العامة العربية المعاصرة. بعض الكلمات يعني صارت يعني غريبة في القرآن الكريم، فهذه تفك. فإذا قلنا يعني كلمة الصمد أو لفظ الصمد أو اسم، هو من اسم أسماء الله الحسنى ووصفه له سبحانه وتعالى، يعني الذي يصمد إليه، الذي يعتمد عليه سبحانه وتعالى عند المهمات والمدلهمات والمصائب والنوائب، يفزع إليه جل وعلا. أن العرب كيسميوا الصمد يعني ديك الكدية العالية، حجرة صخرة مستقلة قوية تكون على رأس الجبل، حينما يهاجم الإنسان في الصحراء أو في غير ذلك من طرف وحش أو يعني أو فيضان في مكان ما لا قدر الله، يعني الناس يهربوا للروس ديال الجبال، هذيك كيقولوا يصمدون إلى الصمد، ولذلك كنسميو الإنسان اللي ثابت صامد. فالله جل وعلا الصمد أي يصمد إليه، لما بنادم يعني كيفزع كيمشي عند الصمد، يصمد إليه أي يعتمد عليه وكيشد فيه سبحانه وتعالى، واللي شد في الصمد فهو آمن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والكفؤ هو الشبيه أو يعني الموازي أو الذي يعني يكون يستعان به إلى غير ذلك من المعاني. سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وزير ولا شبيه لا ولا كفء لا، سبحانه سبحانه، بل هو فرد أحد صمد. يعني التفسير الأول بارك علينا، لا نريد أن نصل إلى يعني أعماق اللغة والسياقات وقيل وقال فلان وعلان في الآية، هذا يضلل التدارس ويضيع التدبر. وإنما خليك مع المعنى البسيط الأولي، ثم افتح الباب لقلبك ليتدبر، لأن القلب هو آلة التدبر الأولى. وفقط لما تشعر بأنك على اتجاه ديال الصورة غادي مع الخط ديال الآية، ما راكش غلط في المعنى العام، يكفي. فتدخل أنئذ في عملية وجدانية ذوقية إزاء القرآن. قلت القلب هو آلة التدبر الأولى بنص القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
فإذا فتح القلب، وقد انفتح بإذن الله بما سبق من اجتماع على الخير بنية خالصة صادقة وتلاوة عابدة خاشعة ثم تدارس، وصل إلى الحقائق العامة للآية. يشرع القلب في التعامل مع هذه المنازل الإيمانية التي يصفها الله جل وعلا في كتابه المحكم. والتدبر هو واحد النوع ديال المساءلة للقلب، محاكمة للنفس، محاسبة للذات، هذا التدبر في نهاية المطاف. لأن التدبر هو يعني من تفعل، هو نظر إلى دوابر الآيات، والمقصود بالدوابر هنا النتائج، النتائج على المستوى السلبي وعلى المستوى الإيجابي. يعني إذا تحققت الآية في نفسك ما هي النتائج، إذا غابت ما هي النتائج. فإذا أنت تنظر إلى المآلات، النتائج القريبة والبعيدة، وتما سبحان الله العظيم في هذه اللحظة تظهر لك الثغرات التي عندك في نفسك، وتبدو لك الجروح التي تعاني منها، لأن أخطر مراحل الطبيب تشخيص الداء. وهذا كيوقع لنا على المستوى النفسي والاجتماعي تقريبا يوميا، كتلقى راسك دايخ وما عارف مالك. المشكلة إذن أنك جاهل من نفسك، لما تكون يعني في حالة اضطراب وفي حالة فوضى نفسية ولا تدري ما بك، أنت تعاني من مشكلة الجهل بنفسك، فتحتاج إلى أن تعرف نفسك ما بك. المرآة التي تكشف لك نفسك على التفصيل، بحال السكانير الذي يريك حقائق نفسك الداخلية، هو هذا القرآن الكريم، حينما يعكس لك ذاتك من خلال هذه المراحل التي ذكرت، تلاوة وتدارسا وتدبرا، ثم تبدأ لك الأمور وتظهر لك المشاكل التي تعانيها، تقول والله فعلا هذه النقطة هي سببي وما كانتش طايحة لك على البال، لأن القلب كان مغمض، لأن القلب كان مطبوعا، كان مختوما لا يبصر. الآن البصيرة متفتحة وترى الجرح واضحا غائرا ينزف، فتبادر إلى مداواته وعلاجه، ليس بأمر بعيد، لا، بهذا القرآن نفسه. نيت هو هذا القرآن، ما أنت فيه من آيات، كون في الفاتحة أو في البقرة أو آل عمران أو في الإخلاص قل هو الله أحد أو المعوذتين، حيثما كنت أنت في صيدلية الرحمن، كل القرآن دواء وشفاء، كل القرآن. وسبحان الله العظيم، كاين اللي يتعالج بسورة الأنبياء، كاين اللي يتعالج بسورة الفرقان، كاين على حساب ما يسر الله لك من الانفتاح لبصيرتك ولأبواب القرآن عليك. وليس بالضرورة أن تكون سورة معينة أو آية معينة، ليس بالضرورة، بل كل القرآن شفاء، لأن الله عز وجل يجلي لك حقائقك النفسية وحقائق الإيمان القرآنية على قدر حاجتك وعلى قدر رغبتك وصدقك وإقبالك على الله جل وعلا، وتلقى الدواء ديالك. كي يمكن تلقاه في آية تتحدث عن الاقتصاد لا علاقة لها بالنفس الإنسانية، فإذا بها تتجلى لك كأنما تحدثك في نفسك، وهي آية تتحدث عن الأموال أو عن الطلاق أو شيء من هذا القبيل، لا تدري أين يكون دواؤك وأين يكون علاجك وأين يكون رقيك. طلعك مراتب وترقيك منازل في طريق الإيمان، وترشدك إلى منهج التعامل مع نفسك، إلى منهج التعامل مع زوجك، إلى منهج التعامل مع أبنائك وأسرتك، وإلى منهج التعامل مع الناس في العبادات وفي العادات من التجارات والمهن والحرف جميعا، لأن القرآن أنزل لهذه الأغراض جميعا، كي يبني النسيج الاجتماعي من الفرد للأسرة للمجتمع، كل شيء يبنيه القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء على الإطلاق. فحينما إذن يتدبر القرآن بهذا المنهج بتعاون مع الجماعة المتدبرة، جماعة المجلس، اجتماع تلقائي فطري بسيط، لا صفة سياسية له، لا صفة طائفية له، لا صفة حزبية له إطلاقا، فطري بسيط كما يجتمع الخلان في بيت أحد أو في مجلس أحد،
يتذاكرون أي شيء بدل ذلك أي شيء يكون التذاكر حول كتاب الله جل وعلا. مجلس فطري طبيعي هذا الخير هذا بهذا المعنى، حينما تعيه الأمة وينتشر فيها بصورة تلقائية وطبيعية ويصير من ثقافة المجتمع، يولي واحد الظاهرة طبيعية في كل المدن في كل البوادي لدى كل الناس بكل شرائحهم وانتماءاتهم. أبشر إذن أن باب الفتح قد آذن أو أوذن له بالانفتاح بإذن الله جل وعلا، لأنه هكذا بدأ الدين أول ما بدأ في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام. البدايات الأولى للإسلام على زمان سيدنا محمد إنما كان مجالس في القرآن الكريم، بدأ بشعاب مكة وانتقل إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، ثم بعد الهجرة انتقل إلى مسجد المدينة، ثم إلى مساجد الجزيرة العربية فمساجد العالم، وبذلك كان الإسلام في كل العالم. لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيعوه المدينة قبل ما يهاجر هو، صفت لهم جوج الناس يعلمهم القرآن الكريم، مصعب بن عمير كان كيتسمى مصعب الخير سفير الإسلام الأول رضي الله عنه وأرضاه، ومعه ابن أم مكتوم، وورد في الحديث كان يقرئان الناس يعني في المدينة القرآن. كيفاش كانوا يجلسون في البساتين والحيطان والمنازل التي يمكن أن يجلسوا فيها، يجتمعون على القرآن الكريم، لا شيء غير القرآن، يتلون ويتدارسون ويتدبرون. وبذلك كان يسلم كثير من الناس ممن لم يسلم بعد من أهل الأوس والخزرج. وفي هذا وردت قصة إسلام أسيد بن حضير رضي الله عنه وصاحب له من سادات الأنصار من الأوس والخزرج. شاف أسيد بن حضير رضي الله عنه جماعة ديال الناس جالسين في 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 بستان من البساتين يعني ملتفين حول مصعب بن عمير يتلو عليهم القرآن الكريم ويدارسهم ويتدارسون الآيات، فيعني وقف عليهم كان هو وصاحبه ابن أم مكتوم، قال لهم إن كانت لكما بأنفسكما حاجة فأخرجا أو قوما من هنا، بلا بقي عندك الغرض بروحك تقعد مننا أخرج مننا، يعني كيهددوا بالقتل. أجابهم مصعب قال له يعني لو جلست واستمعت إلى ما نقول فإن عجبك فيعني بها ونعمت فخير، وإن لم يعجبك كفنا عنك ما تكره، إن لم يعجبك هذا الشيء إحنا غنسكتوا ونقطعوا هذا الكلام. يعني يقول راوي الحديث فلما جلس الرجل يعني أسيد بن حضير وجعل مصعب بن عمير يتلو الآيات وبدأ يتدارس ذلك مع أصحابه، قال فوالله لقد علمنا أو رأينا الإسلام في وجهه أي في الوجه ديال أسيد بن حضير بن حضير قبل أن ينطق به، شافوا في الوجه ديال الإسلام قبل ما يقولها، قال من تطلقه وتبسمه، بدأ يبتسم وبدأ يعني يتطلق ويرتاح، وجد يعني في وجهه ظهرت علامة البشر وعلامة الراحة والطمأنينة والسكينة، لأن القرآن تسرب نوره إلى قلبه ووجدانه. يعني هذا المنهج اللي يمكن احنا نحقروه كما نقولوا بالعامية ديالنا، يعني نستهشوه قولوا يعني والناس جالسين كيقراوا القرآن وشنو فيه، يعني كيفاش غيأثر؟ لا، هذا راه خطر في الاعتقاد، يعني خصنا نعتقدوا بأن القرآن يؤثر على الإنسان بل يؤثر على المادة والحيوان والحجر والشجر. والله جل وعلا قال بصريح العبارة لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. المشكلة في من يتلو القرآن بصدق حق تلاوته أولئك يؤمنون به، هذا اللي مازال نادر في هذا الزمان، فحيث يكون التالون للقرآن حق تلاوته أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته كما في الحديث الصحيح، فاعلم بأن الله يفتح بهم القلوب جل وعلا، يفتح بهم القلوب سبحانه وتعالى. ولذلك فعلا هذا المنهج البسيط قلت هو اللي فيه السر، كل السر في إصلاح الأنفس وفي إصلاح المجتمعات. رمضان الكريم اللي هو شهر القرآن كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يلتقي أو يلقى جبريل كل ليلة من رمضان
يدارسه القرآن، وكذلك كان الصحابة يفعلون. فلذلك يعني تكثر التلاوة، هالتراويح، هالتلاوة العامة، الخيرات كثيرة، وأيضا تكون مثل هذه المجالس من مجالس التدارس والحديث عن حقائق القرآن وعن حكم القرآن الكريم. ففي الحقيقة يعني هذا المنهج ما ينبغي أن ينقطع بخروج رمضان، راه دي المشكل ديالنا. كالذين يصلون طيلة شهر رمضان فإذا خرج رمضان انقطعوا عن الصلاة. هذه مشكلة وقع الخواص الناس، يعني الواحد الفئة خاصة من الناس اللي كيصليوا في رمضان، ولكن راه كاين مصيبة أخرى، وهي أن الإقبال على القرآن لدى المصلين يكون في رمضان، فإذا خرج رمضان انقطعوا عن القرآن، هذه المصيبة أيضا. ولذلك أقول القرآن إذا تدبرنا حقائقه فهو الحارس، استعمل هذا الاصطلاح وهذه العبارة، الحارس لعقيدة الأمة، والحارس الأقوى الذي يعني لا يدانيه شيء. لو أن الناس فعلا اشتغلوا بالقرآن جميع أيام السنة بهذا المنهج البسيط لن يخافوا أبدا لا على أخلاقهم وقيمهم وأحكام كتاب ربهم وسنة رسولهم عليه الصلاة والسلام، وما في حاجة لا الجمعية ولا الحزب ولا نقابة دفع لهم عن الإسلام. علاش؟ لأن القرآن يوثق مفاهيم الإسلام وأحكامه. يعني كل مرة تنوض مشكلة في هذه القضية، هذه قضية الإرث، بغوا يبدلوا الطريقة ديالو، هذه قضية الزواج والطلاق، هذه كل ذلك يصبح لغوا لو كان الناس يتلون القرآن مجرد تلاوة ويتدارسونه ببساطة. لأن القرآن وثق هذه الأشياء. والشيء العظيم في ذلك أن الناس يعبدون الله بهذه الأحكام. فرق كبير بين أحكام القرآن وبين ما دون القرآن من الأحكام الأخرى التي ينتجها البشر. لأن الناس لا يشعرون بأنهم يعبدون الله بهذه الأحكام، ولذلك يتحايلون عليها. أما أحكام الله فإن الإنسان المؤمن لا يتحايل عليها، كما لا نتحايل على الصيام في رمضان. شكون اللي زيرك باش تصوم؟ يمكن لك تفطر، سد على دار على على راسك باب الدار وافطر الا بغيت تفطر، شكون شافك؟ ولكن لا تستطيع، لان القلب ديالك مسكون بحب الله وبعباده الله. ولذلك الناس ولو كانوا فساقا، اقول واخا يكونوا فساق، سبحان الله العظيم، احكام الله عز وجل يحترمونها. كتلقى الانسان يتعاطى الزنا ويتعاطى الخمر، المصايب كلها فيه، ملي كيبغي يتزوج كيقول لك لا سيدي انا خصني نتزوج على سنه الله ورسوله. مالو جاي الدين هنا؟ لأن تلك أحكام القرآن الكريم، أحكام الله القطعية الصريحة. هذا نعطيته مثال، وإلا فكل شيء من الخير هنالك. قضية الربا، قضية الزنا، كل الأشياء التي يعني الثقافة العالمية الآن هذه الذي يسمى بالعولمة تريد أن تغير هذه الأشياء وتقلب هذه الحقائق، لن تفلح إذا كان القرآن يتلى ويتدارس وبصورة طبيعية تلقائية، بلا أبعاد سياسية، بل بطريقة تعبدية بسيطة. القرآن هو حارس الأمة، وحارس عقيدة الأمة، وحارس أحكام الإسلام في الأمة. لو أن الناس يقبلون عليه بصدق، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصف ذلك في أحاديث كثيرة عجيبة صحيحة، من بينها حديث الحبل أو السبب، أنا نسمي حديث الحبل. سيدنا محمد قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. خرج الإمام الطبري رحمه الله في التفسير وصححه أهل علم الحديث. كتاب الله حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بيد من أمسك به. إلا شديت في القرآن راك شديت بالحبل، شد فيه الله تعالى من الفوق سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، شيء عظيم جدا. انت اذا راك شد في الله، والله تعالى راه شد فيك، ما عمرك ما تضيع، عمرك ما تضل. وفسر هذا في حديث اخر رواه غير الامام الطبري بسند صحيح ايضا، وهو مخرج في بعض كتب الصحاح، يقول في سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حينما خرج على بعض اصحابه وهم يتدارسون القران في المسجد، قال لهم: ابشروا ابشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أبشروا أبشروا. فوصف لهم الكتاب أي القرآن الكريم، قال: فإن هذا القرآن سبب، السبب في العربية والحبل،
كما في الحديث الآخر. فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ما تمسكتم به أبدا. وضمن لنا سيدنا محمد بعد الحديث أمرين، قال فإنكم لن تضلوا، ما عمركم ما تتلفوا وعمركم ما تضيعوا على الدين ديالكم، فإنكم لن تضلوا. وقال أيضا ولن تهلكوا، ما تغلبوش، ما تجيش المصائب وتنزل عليكم، يعني الهلكة، ولن تهلكوا ولكن بشرط ما تمسكتم به أبدا. التمسك بالقرآن الكريم إنما هو هذا الذي كان عليه رسول الله وأصحابه عليه الصلاة والسلام. ما غاديش أنت تختار شي طريقة غريبة للتمسك بالقرآن الكريم، لا، كاين، وهو هذا المنهج البسيط، المنهج كما يسميه بعضهم المنهج الأرقمي، يعني جلسة القرآن في دار الأرقم بدار الأرقم، وهي الآن مساجد المسلمين، يجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. كيمكن الإنسان يجتمع في الصالون ديالو ديال الدار ديالو، كيما تجلس في العشيات مبردين مع أصحابك شاربين أتاي، وربما تكلموا في الناس، ربما تفرقوا اللغة، ربما تجمع السيئات أكثر مما تجمع من الحسنات، تجلسوا مجلسا تشرفه الملائكة، كونوا معك الملائكة جالسين، شيء عظيم جدا، فتخرج منه بزاد من العلم وزاد من الإيمان، بواحد التزكية ربانية. ربي تعالى من فوق سبع سماوات يذكرك في الملك الأعلى، يذكرك في الملأ الأعلى، لأنك تذكره في الأرض فهو جل وعلا يذكرك في السماء ويشهد ملائكته، يقول اشهدوا يا ملائكتي بأني قد غفرت لهم، يشهد ملائكته بأنه قد غفر لك يا أخي الكريم. يعني هذه الأمم اللي تكون مرضية عند الله والله أحوالها كلها تستقيم. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن التالين للقرآن، العابدين بالقرآن، الذاكرين بالقرآن. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي العدنان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.